السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي الكرام، أهلا وسهلا بكم في درس التعبير والكتابة. أنا محمد فيصل موسى، سأكون معكم إن شاء الله في هذه الدروس التابعة لجامعة مرمرة العريقة. إخواني الكرام، أولاً نعرف بالكتاب، كتاب الجامعة. كتاب الجامعة هو كتاب التعبير الأول. كتاب الجامعة هو كتاب التعبير الأول سلسلة العربية المشجعة للناطقين بغيرها. هذا الكتاب له قسمان، القسم الأول للفصل الأول كتاب التعبير واحد، وكتاب التعبير اثنان للفصل الثاني. نبدأ على بركة الله في الدرس الأول. افتحوا الكتب لو سمحتم على الصفحة الخامسة. افتحوا الكتب على الصفحة الخامسة. نحاول أن نقرأ أولاً بشكل سريع. التعارف، التعارف. أنا اسمي فرقان ولقبي يوسف. أنا من تركيا، من مدينة إزمير. درست الثانوية في ثانوية إمام وخطيب، وتخرجت فيها. هنا عندنا خطأ مطبعي، وتخرجت. عندنا خطأ مطبعي، أرجو التعديل. وتخرجت فيها. أسكن الآن في سكن الطلاب، في الطابق الأول، في الغرفة الأولى. وأنا الآن طالب في جامعة مرمرة في السنة التحضيرية، أدرس اللغة العربية. أدرس الآن الاستماع والمحادثة والقراءة والكتابة، إضافة إلى القواعد. وهدفي هو أن أفهم القرآن الكريم والحديث الشريف، وأن أكون أستاذاً للغة العربية في الجامعة. أيضاً هنا عندنا خطأ مطبعي، نضع شدة فوق الياء، للغة العربية. نعم، الدرس الأول إذن عنوانه التعارف. التعارف، أنا أريد أن أتعرف مع شخص عربي أو أعرفه عن نفسي أو أعرفه عن نفسي. هناك مجموعة من الأسئلة المهمة، إذا أجبنا عليها نكون قد تعرفنا وعرفنا بأنفسنا. قد تعرفنا على الآخرين وعرفنا بأنفسنا. ما اسمك؟ نعم، نكبر الخط قليلا. ما اسمك؟ ما اسمك أو ما اسمك؟ ما لقبك؟ ما لقبك؟ ما جنسيتك؟ ما جنسيتك؟ هناك مجموعة من الأسئلة المهمة للتعارف. ما اسمك؟ ما لقبك؟ ما جنسيتك؟ ممكن أيضا عندنا ماذا نقول هنا فرقان؟ ماذا تعمل؟ ماذا تعمل؟ ماذا تعمل؟ أو ما مهنتك أيضا؟ ماذا تعمل؟ كم عمرك؟ كم عمرك؟ ما هواياتك؟ ما هواياتك؟
ما هدفك؟ ما هدفك؟ لماذا؟ لماذا تتعلم اللغة العربية؟ لماذا تتعلم اللغة العربية؟ أين تدرس؟ ماذا تدرس؟ أين تدرس؟ هذه أسئلة هي للتعارف، أسئلة للتعارف. ما اسمك؟ مثلا اسمي فيصل. ما لقبك؟ لقبي موسى. ما جنسيتك؟ أنا سوري. ماذا تعمل؟ ماذا تعمل؟ أنا معلم. مدرس. كم عمرك؟ نذكر العمر هنا. ما هواياتك؟ مثلا الرسم والشطرنج، لعبة الشطرنج وكرة القدم، مثلا وكرة القدم هوايات نذكرها هنا. ما هدفك؟ ما هدفك؟ هنا نذكر الهدف، لماذا أنت تدرس في هذه الجامعة؟ ما سبب دراستك في هذه الجامعة وفي هذا القسم؟ نذكر السبب هنا. لماذا تتعلم اللغة العربية؟ نذكر السبب. ماذا تدرس؟ أين تدرس؟ ممكن أن نضيف أسئلة أخرى. طيب، نرجع إلى فرقان. أنا اسمي فرقان ولقبي يوسف. أنا من تركيا، من مدينة إزمير. أنا من تركيا، من مدينة إزمير. درست، درست، درست. هذا فعل إخوان، درس، يدرس، فعل ماضي. درست، أنا درست، أنت درست، أنت درستي، هو درس، هي درست. هذا فعل ماضي في الزمن الماضي. أنا درست، أنت درست، أنت درستي، هو درس، هي درست. أنا درست الثانوية. الثانوية يعني مدرسة بعد الابتدائية والإعدادية. إذن الثانوية عندنا الابتدائية، الابتدائية، وعندنا المتوسطة أو الإعدادية، وعندنا الثانوية. الثانوية لازم شدة إخوان. الثانوية، الثانوية في تركيا أظن من الصف التاسع، أظن من الصف التاسع عاشر، حادي عشر، والثاني عشر. الثانوية، إذن الثانوية من الصف التاسع، من الصف التاسع، العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، هذه ثانوية. ثانوية. الإعدادية في تركيا أظن الصف الثامن، الخامس، السادس، السابع، الثامن. الابتدائية الأول، الثاني، الثالث، الرابع. إذن فرقان يقول، فرقان يقول درست الثانوية في ثانوية إمام وخطيب، وتخرجت فيها، وتخرجت فيها. تخرجت هذا فعل، تخرج في، حرف الجر لازم، تخرج في، تخرج في، يعني هو درس الثانوية ثم تخرج، درس الثانوية ثم تخرج، انتهى من الثانوية. تخرجت في، تخرجت في ثانوية، مثلا هذه جملة، تخرجت في ثانوية قاضي كوي، قاضي كوي أو قاضي كوي، قاضي
كوي للأئمة والخطباء. تخرجت، طبعا هنا تخرجت أنا، تخرجت في ثانوية كادي كوي. تخرجت في ثانوية كادي كوي. تخرجت في ثانوية قيصري مثلا. تخرجت في ثانوية نقول حلب. تخرجت في جامعة مرمرة. تخرجت في حرف الجر ضروري جدا. تخرج أيها الإخوة ماضي، فعل ماضي. تخرج فعل ماضي، مضارع يتخرج. تخرج يتخرج. تخرج الشدة مهمة كما قلنا. يتخرج يتخرج يتخرج. تخرج يتخرج. نعم، تخرج يتخرج مع حرف الجر في. أنا تخرجت، أنت تخرجت، أنت تخرجت، هو تخرج، هي تخرجت. نكرر، أنا تخرجت، أنت تخرجت، أنت تخرجت، هو تخرج، هي تخرجت. الزمن الماضي. طيب نستمر. أسكن الآن، أسكن الآن في سكن الطلاب. أسكن، أقيم، أعيش. أسكن، أقيم، أعيش الآن، يعني أنا موجود الآن في سكن الطلاب. سكن الطلاب ليس مع العائلة، أنا موجود مع الطلاب في بناء خاص في سكن الطلاب. طيب في الطابق الأول، في الطابق الأول. البناء، البناء يتكون من عدة طوابق. طابق أول، طابق ثاني، طابق ثالث، طابق رابع، طابق خامس. ممكن بناء، بناء كبير. الطابق الأول في الغرفة الأولى، في الغرفة الأولى. طيب الأول، الأولى، نركز على هذين، على هاتين الكلمتين. أنا الآن، الآن طالب في جامعة مرمرة. أنا طالب في جامعة مرمرة في سنة التحضيرية، في السنة التحضيرية. أنا الآن طالب في جامعة مرمرة في السنة التحضيرية. طيب أسكن فعل مضارع. نعم. أدرس، أدرس الآن، الآن زمن الآن يا إخوان، الفعل مضارع. أدرس اللغة العربية. أنا أدرس، أنا أدرس الآن. أنت تدرس، أنت تدرس، أنت تدرسين، أنت تدرسين، هو يدرس، هو يدرس، هي تدرس، هي تدرس. أدرس الآن الاستماع والمحادثة والقراءة والكتابة إضافة إلى، إضافة إلى القواعد، يعني أيضا القواعد، يعني والقواعد، إضافة إلى القواعد، علاوة على، علاوة على، إضافة إلى، علاوة على، نفس المعنى، علاوة على، علاوة على، نفس المعنى، إضافة إلى. نعم. وهدفي هو أن أكون، وهدفي هو أن أكون، عفوا، وهدفي هو أن أفهم القرآن الكريم. هدفي أنا، هو أن أفهم، مصدر هنا، أن أفهم أيها السادة هنا مصدر، مصدر في اللغة العربية، أن أفهم. إذن أن زائد فعل
مضارع يعني في اللغة العربية مصدر، مصدر أن زائد فعل مضارع في اللغة العربية نقول مصدر يعني مك مك. أن أفهم القرآن الكريم والحديث الشريف وأن أكون، وأن أكون مصدر أيضا هنا، مصدر أيضا هنا، وأن أكون هنا أيضا مصدر. أستاذا للغة العربية في الجامعة، أستاذا للغة العربية في الجامعة. طيب الآن فقط بقي عندنا شيء هنا، الطابق الأول، الغرفة الأولى. لماذا يا أستاذ؟ لماذا نيجن؟ لماذا الأول؟ لماذا الأولى؟ الأول مذكر، الأول مذكر، الطابق مذكر لأن الطابق مذكر، الأولى مؤنث لأن الغرفة مؤنث. الآن نكرر مع بعض ما سنراه في الصورة. إذن نشاهد هذا القسم، الأعداد في اللغة العربية أيها السادة قسمان، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 هذا القسم، وعندنا أعداد ترتيبية، ترتيبية، الأول الأولى، الأول مذكر الأولى مؤنث، الثاني الثانية، الثالث الثالثة، الرابع الرابعة، الخامس الخامسة، السادس السادسة، السابع السابعة، الثامن الثامنة، التاسع التاسعة، العاشر العاشرة. الطابق الأول، الغرفة الأولى، المركز الأول، المركز الثاني، المركز الثالث، الطالبة الأولى، الطالبة الثانية، المعلمة الثالثة، المعلمة الرابعة، مؤنث مؤنث، المعلم السادس، المعلمة السادسة. هذه اسمها أرقاب، أرقام أو أعداد ترتيبية، لازم نحفظ هذه الأرقام. في الدرس القادم إخواني سوف نعمل الواجبات الخاصة بدرسنا الأول. إلى اللقاء في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله.